بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير مساءكم أيها الأحبة في كل مكان. من مشروع وصاب العظيم، المشروع وصاب المجهود المجتمعي الذي نتبنوا أبناء وصاب العالي سلام الله عليهم وعلى جميع المساهمين والمتبرعين في هذا المشروع الكبير العملاق كما تشاهدون. طبعا مشروع وصاب الآن أصبح حديث الساعة، حتى وصل عبر الجزيرة القطرية وإلى أنحاء العالم. أصبح الآن مشروع وصاب حديث الساعة في كل مكان، في كل بقاع الأرض. طبعا وصاب الآن ظهر بمظهر كبير ولله الحمد، بوجود الرجال والتجار والمواطنين والأطفال والمشائخ والعقار والماجدات. إذن سلام الله على الجميع، وسلام الله على الهيئة الإدارية ممثلة بالشيخ منصور المطحني الذي يعتبر قدوة لوصاب، بل قدوة لذمار، هذه حقيقة وبدون مجاملة. وإن شاء الله العمل يستمر ثم يستمر حتى نصل خميس مطلق إن شاء الله. ونطالب ونقول أيها التجار المخفيين، عليكم أن تظهروا، عليكم